بسم الله الرحمن الرحيم. قام العلماء حديثا بعدد من التجارب بهدف اختراع جهاز لكشف الكذب، وكان من نتائج هذه الدراسات أنهم اكتشفوا أن المنطقة المسؤولة عن الكذب عند الإنسان هي مقدمة الدماغ، أو ما يسمى بريفرونتال لوب، أي الناصية. واكتشفوا أيضا أن منطقة الناصية تنشط بشكل كبير أثناء الخطأ، ولذلك خلصوا إلى نتيجة تقول إن الكذب والخطأ يحدثان في منطقة الناصية. العجيب أن القرآن الكريم تحدث عن وظيفة هذه الناصية قبل 14 قرنا. يقول تبارك وتعالى عن أبي جهل: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فوصف الناصية بالكذب والخطأ، وهذا ما يراه العلماء اليوم بأجهزة المسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي. فسبحان الذي أودع في كتابه هذه الآيات لتكون دليلا على إعجاز كتابه في هذا العصر، والحمد لله رب العالمين.